اهلا وسهلا اصدقائي، تحياتي واشواقي. انا موجود في بلدة هارو في غرب لندن، فيها تو شوبينج سنترز حلوين جميلين لطيفين، والهاي ستريت تبعهم كثير بيزي، في محلات مختلفة، في وجود الجيلات المختلفة الاسلامية، محلات حلال وقريبة من لندن، وفيها مدرسة مشهورة هارو سكول، درس فيها وينستون تشرشل احد اهم رؤساء وزراء بريطانيا. بلدة هارو في شمال لندن فيها تنوع عرقي وثقافي، جنسيات مختلفة، أسعارها مش غالية ولا رخيصة، الممشى هنا جميل جدا وعندهم هاي ستريت جميل. هارو اند ذا هيل ستيشن هي الاندر جراوند تيوب ستيشن الموجودة قريبة من هاي المنطقة. هذا الباص ستيشن تاعت هارو. الفود كورت الموجودة في سانت أنز فيها تنوع كتير من المطاعم، وكمان اللي في سانت جورج، يعني الواحد ما بيتغلب على فكرة، في كتير تشكيلة من المطاعم والمقاهي هنا. اكتشف الأمر الأخير البابل تي، هذا من أشهر الأنواع البابل تي. كاوكاو محل ظريف، عنده فطور غدا كيكس ومشاريب ساخنة باردة. هذا مبنى ورايا هو مبنى بلدية هارو، هذا الشارع اسمه ستيشن رود، طبعا في محلات كتير حلال ومطاعم، وهذا مسجد هارو المركزي، من اكبر المساجد الموجوده في منطقه غرب لندن. في عمارات ناشئه هنا في هاي المنطقه، والبلديه بصراحه بتعمل تطورات مستمره. محل اسماك. بالنسبة لأسعار السكن هنا مش رخيصة ولا غالية، يعني مثلا بيت ثلاث غرف 1500-1600 باوند، وقريبة على منطقة ويمبلي المشهورة ستانمور، وبلدات يعني للسكن مناسبة لأسر. مطعم هندي، وهذه مكتبة إسلامية. تشكيلة محلات على فكرة كتير متنوعة مختلفة. بيت المناقيش في شارع ستيشن رود في هارو. مطعم تيستو في لاهور هو مطعم بنجابي باكستاني، له أفرع في مناطق مختلفة في لندن.